نبدأ بقى الشغل العملي. واحد، توضأ من النهاردة، ما تنامش إلا وانت ايه متوضأ. اتنين، عليك بأذكار النوم. مش حافظ أذكار النوم، خلاص في كتاب جميل كده اسمه قبس مختار من صحيح الأذكار. كمان مرة، كتاب اسمه ايه؟ قبس مختار من صحيح الأذكار لشيخنا المفضال أبي عبد الله مصطفى العدوي حفظه الله تعالى. هتقوم حرك جايبه وقاري بس 3-4 أيام أذكار النوم، هتلاقيك إيه؟ هتلاقيك حفظتها. 11، اسمع قرآن. حط قرآن جنبك على الموبايل أو على في الكمبيوتر أو إذاعة القرآن الكريم. اسمع قرآن واجعل آخر عهدك قبل نومك بالدنيا القرآن. القرآن ده هيعمل إيه؟ هيعمل لك هدوء نفسي، وهيمسح لك كتير من الصور اللي أنت إيه؟ اللي أنت شفتها، اللي أنت سجلتها ولقطتها بعينيك. القرآن ده إن شاء الله ربنا يجعله سبب في إيه؟ في إذهاب كل هذه الصور. طيب، ما تحطش وانت نايم الا مرتبه واحده تحت راسك، ان الله لا يستحي من الحق. يعني لما تيجي تنام تحط ايه؟ مرتبه. طب ما ينفعش يبقوا جنبي اسمها خداديه واسمها لا. ليه؟ وصلت طبعا. يبقى ما تنامش الا على ايه؟ تقول لي تروح النهارده بيتك اخواننا اللي ساكنين في المدينه الجامعيه يعملوا ايه؟ مفيش الا ايه؟ هي مرتبه، والباقي بقى ترميه تخفيه تتحفظ عليه. ليه؟ علشان تبقى المساله دي محفوظه ان شاء الله. الثاني عشر، تجنب الحمامات الساخنه وحاول الاستحمام وانت على عجل. مش تقعد تغني، واخد بالك؟ لا. ليه؟ لأن هذا مما قد يدفعك إلى ارتكاب هذا الحرام. الثالث عشر، تجنب القراءة في الكتب المثيرة والقصص التي تخاطب الغريزة، وأحسن اختيار الصحبة. السبب الرابع عشر، ابتعد عن المأكولات المهيجة والسمك والبيض بشكل مفرط، وأكثر من أكل الفاكهة والسلطة. طبعا الكلام ده يا رب. الخامس عشر، لا تخلو بنفسك إن كانت إشكاليتك في خلوك بنفسك، واجعل أوقات الخلوة قليلة. يعني انت ممكن تكون اشكاليتك ان انت ما بتقدرش تظبط نفسك في ايه؟ لوحدك. يبقى قلل قدر الاستطاعه نسبه خلوتك. 16، اجتهد في الذهاب الى الجيم. الاكل الذي يدخل الانسان يولده طاقه، صح؟ طب الطاقه دي عايزه تخرج، ايه اللي يحصل؟ ها؟ لا انت بتشتغل ونايم على بطنك ما شاء الله، واخد بالك؟ ودي احنا قلنا تعلم اذكار النوم واداب النوم. لما تيجي تنام ما تنامش على ايه؟ تنامش على بطنك، ماشي؟ نام على شقك الايه؟ الايمن. طيب ما بتشتغلش وبتنام كتير، وعندك ممكن تروح الساعات كده قليله للايه؟ للسكشن او للجامعه، يعني انت ما بتعملش حاجه، فالاكل قاعد يدخل يدخل يدخل. طب ما هو عايز يخرج، ايه اللي هيحصل؟ هتنفجر. حتى لا تنفجر نقول لك روح الجيم. اتفق مع المسؤول عن الجيم، قول له انا عايزك تنفخني. يعني ايه تنفخني؟ مش تنفخني يعني ان انا ابقى ايه؟ توتو عضلات، لا. ولتكن نيتك ان ترضي الله ورسوله بهذه الرياضه. انا رايح ليه؟ عشان ربنا يرضى عني، عشان ربنا يعني على نفسي، صح؟ مش انا رايح عشان اتنفخ، عشان امشي والبس بادي كده ضيق وبتاع، فاي بنت تشوفني تقول فتى الاحلام. لا، غلط.
عايز منك ان انت تروح لله وترجع لله. يبقى تجتهد على الجيم، ده هيطلع لك الطاقة ما شاء الله قوة بالله. الواحد وهو بيلعب سبحان الله سبحان الله يا رب العرش العظيم، تجد ان كثير من الطاقة الكامنة تخرج، بل وقد تكون سببا بما انت فيه من استقامة والتزام في هداية اخوانك. اذكر وانا العب يعني او في بداية الجيم، فدخلت وبتاع، فاتفقت مع الكابتن، فكنت انا وهو بنخرج نصلي، قلت له طب والناس التانية دي؟ قال لي بقى براحته. قلت له لا. سئل الامام احمد رحمه الله تعالى كما في مسائل ابن هانئ حينما سئل عن الجماعة، فقال الامام احمد: ألسنا جماعة؟ فقام فصلى بهم. فقلت له يا عم الحاج احنا هنعمل لهم مفاجأة النهاردة، هم طبعا احنا بنتزحلق واللي بيكلم واحدة واللي مش عارف ايه والكلام من ده. فقلت له احنا هنقفل الباب وهنقوم مأذنين للصلاة وكله يخش يتوضى ويقوم مصليين. طبعا قعدوا يبصوا لبعض، اول ما قلنا احنا مش خارجين احنا هنصلي معاكم كله يبص لبعض، لا اله الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله، انا لله وانا اليه راجعون، لله ما اخذ والله ما، كل واحد بقى قاعد يقول، وتسمع انت التمتمات بقى وايه والبصات وبتاع، وانا بقى ايه مش في دماغي خالص. ورحت متوضيين ومصلي بيهم وقلت كلمة بسيطة فصارت بفضل الله تبارك وتعالى سمتا دائما في هذا المكان، سواء أنا كنت موجود أو غير موجود، يؤذن للصلاة وتقام الصلاة ويصلي بهم إمام، إما الأخ المسؤول الكابتن أو أي أخ من إخواننا من أهل الاستقامة. يبقى أنت ممكن في المكان تزرع خيرا وتكون سببا في خير، ونسأل الله أن يستعملنا دوما في الخير يا رب العالمين. 17 تجنب الإمساك وتجنب أكل المواد الحريفة التي تتسم بالشطة، لا تأكلها، فهي من أبرز أسباب الوقوع في العادة السرية. أكثر من شرب الماء ولا تحبس البول، وحافظ على الوضوء دائما، فإنه لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ابتعد عن المشروبات الغازية قدر استطاعتك، فهذا مما يساعد على نشاط هذا الأمر. رقم 20 تناول القرع العسلي والحبة السوداء المطحونة لتقليل الاحتقان الذي قد يصاب نتاجا للنظر. 21 عليك باستخدام زيت الكافور وبعض الأعشاب تحت إشراف طبي. زيت الكافور ده كانوا زمان بيستخدموه في الايه؟ في الجيش، وهذا يعمل على تهدئة الشهوة وعدم ثوران صاحبها. بيستعملوه في المدينة؟ يا رب اهدي المدينة واصحابها. 12 عند الشعور بالهياج، عند الشعور بالهياج اغسل فرجك بالماء البارد، اغسل فرجك بالماء البارد، فهذا يكون سببا كما يقول بعض الأطباء في تسكين الشهوة. 23 أكثر من الدعاء والإلحاح على الله تعالى في أوقات الإجابة، وقل اللهم غض بصري وحصن فرجي ولا تشبع فرجي إلا من حلال. 24 اجتهد غاية الاجتهاد على تنظيم وقتك، قراءة كتب شرعية، حضور مجالس العلماء، فهذا مما يساعد على تثبيت الإيمان في قلبك، فإن زاد الإيمان حتما إن شاء الله لن تعود إلى فعل الحرام. ثم إذا زاد عندك هذا الأمر واجتهدت في تنفيذ هذه الحلول العملية مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة ولم تجد بدا من الذهاب إلى الطبيب، فلا مانع من الاستعانة بطبيب ثقة مسلم يخشى الله عز وجل ليصف لك بعض المهدئات. وأنا سألت بعض الأطباء، يعني أنا قمت بعمل بحث ما يقارب من شهر عند بعض الأطباء المتخصصين في هذا الفن، فوجدت ولله الحمد والفضل والمنة أن كثيرا منهم لا ينصح باستخدام هذه المهدئات، بل لما اطلعوا على هذا البحث
الذي سمعتموه اليوم قالوا فيه الغنية والكفاية إن شاء الله تعالى. طب بقي علينا أن نجتهد غاية الاجتهاد في الصدق، إذ من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يعني أنت ما بتسيبش العادة السرية علشان موضوع الجواز، أنت ما بتسيبش العادة السرية علشان الأمراض، أنت بتسيب العادة السرية علشان ربنا. فإذا فعلت ذلك أعانك الله وفتح الله عز وجل لك. أسأل الله عز وجل باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يشرح صدورنا، وأن يهدي قلوبنا، وأن يعيننا على ما يرضيه. اللهم إني أسألك في يومنا هذا وشهرنا هذا أن تصلحنا وأن تصلح من فسد من المسلمين. اللهم أصلحنا وأصلح من فسد من المسلمين. اللهم أصلحنا وأصلح من فسد من المسلمين. اللهم أصلحنا وأصلح من فسد من المسلمين. اللهم إني أسألك في هذا اليوم الكريم الفضيل المبارك أن تغفر لنا كل زلاتنا وآثامنا. اللهم اغفر لنا كل زلاتنا وآثامنا يا رب العالمين. اللهم إني نسألك أن تشرح صدورنا وأن تهدي قلوبنا وأن تأخذ بناصيتنا إليك يا رب العالمين. اللهم غض أبصارنا عن الحرام وحصن فروجنا عن الحرام يا رب العالمين. اللهم تب على كل شاب عاص يا رب العالمين، وتب على كل فتاة من أخواتنا يا رب العالمين. أصلحنا وأصلحهم، خذ بناصيتنا وإياهم إلى الحق الذي يرضيك يا رب العالمين. اللهم إني أسألك في هذا الوقت الفضيل المبارك أن تصلح شباب الجامعة يا رب العالمين. اللهم اهدهم وأصلحهم يا رب العالمين. اللهم اهدهم وأصلحهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تصلحهم وأن تحفظهم وأن تهديهم يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في أفغانستان والشيشان وفلسطين والعراق يا رب العالمين. اللهم احفظ قنوات المسلمين الفضائية وفرج كربها يا رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وصلى الله على محمد، والحمد لله رب العالمين.